بيروتنج في ايه؟ مايلوهايد ماسل ورينيشن بلاك. ادي المايلوهايد تحتيها في الانتيرو بيلو ديجاستريك والمايلوهايد نيرف مفصل من الادريس. جيني هايلايت هاي بلوسس فلور ايه اللي موجود في الفلور؟ ففي جماعه حد قال لي قبل كده في المحاضره عايزين نعرف ترتيب الدنيا هنا. ففي عملناها ازاي؟ قلنا الطعم في الفلور بعد ما ارفعه الاقي ميوكس ممبرين. الميوكس ممبرين ده في النص ريجولا وعلى الجنبين في جيني بلس ماسل. خلي بالكم والجيني بلس ماسل دي هنا نايم عليها سبلينج والسليبري جلاند ورينج والنيرف صمم دي الاربعه. اوكي؟ طيب جيني بلس يمين وشمال تحتيها من قدام جيني هاي هاي ومغطي عليها من الجنب هاي بلس. والجيني هاي هاي والهاي بلس مش قريبين من بعض لدرجه ان الجيني بلس من تحتهم باينه. تاني الجيني بلس همني من جوه لبره. الجيني بلس من جوه تحتيها من قدام جينيو هاي هاي يمين وشمال. الجيني هاي هاي هنا وهنا العضله دي مين؟ هايو بلس مش لازمين في بعض. الجينيو باين. وبعد كده احط عضله اسمها مايلو هايايد. مايلو هايايد مغطيه على الهاي بلس بارشلي لكن مغطيه الجينيو والجينيو هايايد كومبليتلي. طب المايلو هايايد دي عليها ايه؟ دايجستريك. وبين الدايجستريك وبينها المايلو هايايد نيرف وسمنتال فيسل وسمنتال ليمف نودز وسمن ديبلر سليفري جلاند بحط السكيل والفاشيا بلاديس. فاهمين معايا؟ ده اسمه خدت الفلور من فوق لتحت. لو حد سالني على الفلور وفورا كابت فيه ايه؟ اقول له اول حاجه نايم في الفلور التنج ابر لور سيرفس الانتيرو تو سيرفس رفعته لقيت فريجولر ولقيت ميوكس ممبرين حتى ميوكس ممبرين عالي عشان السبليك والسليبري جلاند ما سبليك والفولد. طب رتب بقى معايا وانزل بقى من هنا لغايه تحت تقول لي عندك جيني بلس على السايد منها سبليك والسليبري جلاند اللي كانت عامله الفولد واللينجوال نيرف والسبليك جلاند. طب الجيني بلس دي في عضلات عليها يقول لي من قدام هنا في مين؟ عضلتين صغيرين جينيو ايه؟ جينيو هاي واي. والعضلتين المربعين فيهم في اسمهم ايه ده؟ هاي بلس. احط على كل ده مايلو هاي واي واحط على ده دايجستريك وصمم ديبر جلاند وصمم الليمف نودز وافرش ده كله على سكين فرش. يبقى ده الفلور بتاعي من اول الطنج لغايه السكين. فهمتوا يا جماعه؟ طبعا السكين بتاع الصمم ديبر فريش. ممكن كمان مره هي ثالث مره نقولها كمان مره. فلور يا جماعه الاورا ممكن يجي سؤال شورت ممكن بس ما اعتقدش. الفلور اوف ذا اورال كافيتي هنتير نفتح بقنا انا بس ايه اللي باين قدام ده؟ انتير سيرد اوف ذا تانج ابر لور سيرفس ارفع هننزل بقى لغايه تحت ارفع التانج. شفت ايه؟ شفت فولد اسمه فرينجلام. فاكرين؟ فرينجلام او هناخده بين اللور سيرفس وبين الفلور. بعد كده على الجنبين الميوكس ممبرين عالي بحاجه اسمها سابلينجوال فولد. نشيل الميوكس ممبرين هنلاقي التاني تحت الميوكس ممبرين في الفلور تحت اللسان في عندي حاجه اسمها عضلتين اسمهم جينيو جلوسس والجينيو جلوسس احط عليها هنا ايه؟ سابلين والسليبري جلاند ولينجوال نيرف وصمم ديبلر دكت الثلاثي ده على الجنب. هقولها لكم بطريقه ثانيه تيجي معايا تاني. الميوكس ممبرين خلاص شلناه لقيت جينيو جلوسس لازقين في بعض يمين وشمال احط من قدام عليها جينيو هايايت جينيو هايايت ومن الجنب هايو جلوسس. بص كده اهي من قدام جينيو هايايت فين جينيو جلوسس اهي من قدامها مين دي؟ جينيو هايايت ومين دي؟ هايو جلوسس. الجينيو هايايت والهايو جلوسس مش مغطيين الجينيو جلوسس كلها في فراغ بينهم ظهر بينهم بين الجينيو هايايت والهايو جلوسس حته من الجينيو جلوسس. بعد ما غطينا بالجينيو هايايد والهايو الجينيو هايايد والهايو مش لازقين في بعض بينهم مسافه. المسافه دي نايم عليها سابلينجوال سليبري جلاند والضغط والنيرف اللي هو اللينجوال نيرف. فهمتوني يا جماعه؟ جيني بلوسس ركز معايا اصلا عايز اتخيل من بلف كده. خلي بالك بقول قدام السايد جيني بلوسس يمين وشمال يجي اليمين والشمال تمام. هاخد واحده منهم اليمين احط من قدام جينيو هايايد واجي من الجنب كده احط هايو بلسس يبقى في حته منها مكشوفه احط عليها السابلينج والسليبري جلاند وبينها وبين الجيني بلسس ايه؟ ضغط ونيرف. خلاص الطبقه دي خلاص الجيني بلسس من قدام جيني هايويد وهاي بلسس وسابلينج والسليبري جلاند ونيرف وضغط
وبعدين احط على كل ده مايلو هايويد اللي هتغطي كل ده ما عدا جزء الهاي بلسس. فالمايلو هايويد هتغطي الهاي بلسس بارشلي لان البصي بورد بتاعها مايل. وبعد ما احط المايلو هايويد احط داي جاستريك وبعدين احط صب من ديبلر سليفري جلاند وصب من ليف نودز سكين فش. خلاص ماشي ورده لا برافو يلا. كل ده للفلور كل ده عشان الفلوريا. طيب بالنسبه للتانك انا همشي الاكسترنال فيتشرز. اتفرج على الصوره كده اللي عايز يقراها الاقي الصوره برضو بتتكلم معاه اللي هتيبتو سيرد في ايه بصي له سيرد في ايه ايه اللي بينهم سالكس ترمينالس فورامسيكا انواع اللابيلي فاليت فيلي فورم الفانجي فورم على الابناء ده الشكل الثاني. يعني ليه لينجوال تونسل معلش دي هقف عندها البصير والسيرد اوف تانك في تحت الميوكس ممبرين في حاجه اسمها لينجوال تونسل لينفويد تيشو اسمها لينجوال تونسل ودي الوحيده من التونسلز اللي ما تتشالش. اللور سيكس اوف تانك اهو هي اسمها كريميولا ديب لينجوال فين ارفع لسانك النهارده لما تروح تلاقي الفين ازرق ده الديب لينجوال فين اقرب للميوكس ممبرين فظهر بيريكا في امبرياتا مكتوب عندكم في امبريات فولد يعني فولد معرف في امبريات فولد مش مكتوب الاسم بتاعها. صاب لينجوال فولد اللي بتعمل بالصاب لينجوال سليمري جلاند وهنا الاوبننج بتاع الصاب مانديبلر دكت الدايره اللي انتم شايفينها دي اوبننج اوف صاب مانديبلر دكت تفتح في اليفيشن اوف صاب مانديبلر او صاب لينجوال بابيلا على كبير ومش باينه تعودتها مظلمه والالوان وحشه مصر الطنك قلت لي لا فاهمينها ماشي اكسترنسك وانترنسك شكل المحاضره يقطع عناوين وصور ونمشي. مصر الطنك عندنا انترنسك اربعه ترانسفيرس فيرتيكال سوبير لونجتودينال انفير لونجتودينال لكن الاكسترنسك اللي هم ستايل بلوسس هاي بلوسس جيني بلوسس بلاك بلوسس كلهم هياخدوا من نيرف سبلاي واحد هاي بلوسس نيرف ما عدا دي بلاتلوس هتاخد من نيرف سبلاي بتاع البلد هيقول لك كده كرينيان اكسسوري ثرو بيز ايه ده؟ يقول لك اصل الكرينيان رود بتاع الاكسسوري دخل جوه البيز وطلع من البرانش بتاعته عشان ينزل بلد. الاكسترنسك ماسل هنتفرج على صور برضه لغايه ما تقولوا لي وانا في رايي ان هو التانج انا كنت قصدي الماسلز بلاد سبلاي نيرف سبلاي وليمف درينج لكن انا هركز على بلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمف درينج عشان في حد زعلان ما نقولش ليمف النهارده وعلى ان نقول ليمف درينج النهارده تمهيدا لهو ان شاء الله. ستايل بلصص هاي بلصص جينيو بلصص بلاتو بلص الانترنسك مصر اهو ده ترانسفير سكشن فيرتيكال ترانسفيرس انفيريور لونجتودينال ماشي تحت لسان سوبيريور لونجتودينال السهم ده اتجاه الحركه الانفيريور لونجتودينال رولينج تانج داون السوبيريور الوزاز دي بره كله راجعوا راجعوا مش مشكله راجعوا ربنا معاكم ان شاء الله ان شاء الله خير ما تخافوش انا متمائل ان شاء الله المناهج سهل جدا والجو حلو جدا وبلاش الاحلام والاوهام اللي بتجيبكم ده جبنا من بره واللي لازم تركزوا لا هيجيبنا حاجات ثانيه الحاجات المهمه عندنا في ليتون دي كتير جدا على ثلاث اسئله صغيره ما زنقتش ما تخافوش بامانه بامانه هي قالت لي ايه كلهم ما تخافوش هتسهل وانا مش شخص الدكاتره بتوعي ما تخافوش يا جماعه بس ما فيش حاجه اسمها النوت كلها عليكم هتقروها كلها ايه ليك في الامتحان بقى الحاجات اللي هي قويه كلينيكال المهمه كل ده ليك في الامتحان. يلا يا جماعه نبتدي بمين بقى؟ بلاد سبلاي مركزين لما يجي يقول لي بلاد سبلاي هقول له ايه وايه؟ ارتيوم لينف ارتيوم لينف طب لو قال لي فاسكولار سبلاي بسطوها ارتيوم لينف وبي ارتيوم بي ولينف يلا ارتيوم سبلاي خدناها في كده ارتيوم سبلاي عايزين حاجه منه مين الارتي ده يا جماعه؟ لينجوال ارتي واللينجوال ارتي ليه كام بارت؟ 3 بارتس مين اللي قسمته 3 بارتس؟ هاي بلوسس طيب البرانشز اللي بتدي سبلاي للطن من السكند بارت في حاجه اسمها دورسال لينجوال ارتيز اثنين اثنين ارتيز من كل ناحيه يمين وشمال بيروح للدورس اوف ذا طن بصي له سيرز اوف طن والسيرد بارت هو نفسه بيكمل اسديب ارتي اوف ذا طن او بروفاندا بيسموه كده او كده
على اللور سيبس مع الفين، بس الفين اقرب للسيبس تيبان، الفين هو اللي بيبان. ديب ارتري اوف تانك او بروفاندا ارتري اوف ايه اوف ذا تانك، ده الارتيريا سبلاي. فينوس درينج، يلا يا جماعه بصوا على الصوره دي. عندنا تو فينز هيتحدوا مع بعض ويعملوا الكومن لينجوال فين. التو فينز دول واحد ماشي مع الدورس لينجوال، شايفينه اسمه ايه؟ صعب جدا، دورس لينجوال فين برضه. تمام، والفين اللي كان ماشي مع الديب فين او بروفاندا، اللي كان ماشي مع بروفاندا ارتري او ديب ارتري اوف ستانج، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه ديب فين اوف ستانج او بروفاندا فين اوف ستانج. كل الحاجه الجديده اللي ممكن ما نكونش نقدر نستنتجها ان الفين ده هيمشي سوبرفيشال لو الديب، هيمشي سوبرفيشال للهايبوبلوسس ويعمل فيني كومبتنت للهايبوبلوسس نيرف. اول مره الاقي نيرف وعلى حوالي اثنين فينز فيني كومبتنت، شايفينه يا جماعه؟ وعند البوستيريو بوردر اوف هايبوبلوسس كلهم يتحدوا مع بعض. مين كلهم؟ دورسال لينجوال وديب لينجوال، ويعملوا الكومن لينجوال فين بتاعنا اللي هو ده، وده يروح فين يا دكاتره؟ هيروح للفين كبير اسمه انترنال جاكولار فين. الانترنال جاكولار فين كان فيه سته تريبيوتريز منهم ده لينجوال فيشال، فاكرين كومن فيشال وكومن لينجوال ومعاهم سوبيرو ميدل ثايرويد زائد الانفيرو بتروزال والفرنج. الفيروس درينج ولا تاني؟ تمام، برافو عليك. نيجي للليمف درينج. الليمف درينج اوف ستانك، يجي سؤال الليمف درينج اوف ستانك لوحده او فاسكولار وده ما جاش قبل كده، لكن خلينا جاهزين. لو جالي فاسكولار سبلاي اوف ستانك هقول ارتيريا وفينس وليمف. تمام، تعالوا نشوف بقى الليمف بقى. لو جه كانسر او السر، كانسر يعني سرطان او السر قرحه في اللسان، المكان بتاعها بيحدد الليمف نود اللي رايح لها. المكان يحدد ايه؟ الليمف نود. التيب، التيب اوف ذا تانج بيبعت الليمف نود اسمها سبمنتال، ده التيب. والسايد اوف ذا التير تو سيرف بيبعت للسبمنتيكولار والجوجلو دايجستريك والجوجلو اوبوهيول. فين دول؟ طب الصم هتبقى غير مع الصم هتبقى جلال، ايه الشغل والشغل؟ في جماعه الانترنال جاكولار فين لما كان كروس بالدايجستريك كان في ليمف نود في الانجل بينهم اسمها شغل دايجستريك، في واحده زيها تحت مع الام هيويد اسمها شغل ام هيويد. يبقى السايد اوف ذا تير تو سيرت اوف سطان هيبعت لمين؟ صم مانديبولار وشغل دايجستريك وشغل ام هيويد. السايد اوف بوستيرو سيرت، بص على الخطوط يا جماعه، امشوا مع الخطوط. السايد بتاع البوستيرو سيرت هيبعت على طول لمين؟ جوجلو دايجستريك وجوجلو هومايود، مش للصمن. مين اللي بعت للصمن ليبلر بس؟ اللي هو السايد اوف انتيرو ايه؟ انتيرو تو سيرت والسايد اوف ذا تيب. ما هو الانتيرو تو سيرت فيه التيب برضه معاه. اوكي؟ لكن الميد ريجون اوف ذا تيب، ميديال ريجون الصمن ده. نيجي من الجامعة، انتيرو تو سيرت صمن ليبلر، جوجلو دايجستريك وجوجلو هومايود. بوستيرو سيرت جوجلو دايجستريك وجوجلو هومايود. طب لو التيومر او الارثر في النص مش في السايد، هيبعت الناحيتين. الصمنتال ما عندناش مشكله لان هي السايد هي حته صغيره قوي، لكن السايد بتاع الانتيرو سيرت هيبعت للصمن ديبلر هنا في النص بقى. لو الليجن في الوسط اللسان هيبعت شمال ويمين، صمن ديبلر جوجل دايجستريك جوجل روبوت. نفس الكلام في السيرو سيرت. اوكي ليف درينش اوف تانج، مش عايزين المسلز. اوكي هي مهمه، هي مهمه يا جماعه، بس الناس قالوا لي انها سهله. عملنا جينيو جوسس تمام، والهاي بوس يوم فضل ستايلو وبلاتو، بلاتو مع صوت بلاتو الصوت ده بريت صار ادي ليف نود هنا الصمنتال، وده الصمن ديبلا، ودي شغله دايجستريك، ودي شغله ام هيرا. شفتوا يا جماعه شغله دايجستريك وشغله ام هيرا؟ شغله دايجستريك وشغله ام هيرا. والصمن ديبلا والصمن فاضل بس الريج هبعت ايه؟ نيرف سبلاي كنت هنساه، بس مهم طبعا. ممكن يقول لي بلاد سبلاي، بلاد اند نيرف سبلاي اوف تانك. نيرف سبلاي طبعا انتوا اساتذه فيه. عندنا موتور مين يا جماعه؟ ما عدا بلاتو بوس تاخد من ما عدا بلاتو بوس تاخد من كرينيا اكسسوري ثرو فيجاس. تمام، يعني ما حدش في الامتحان يكون لنا سبلاي بتاع الطن ويقول له هاي بلوس الموتور هاي بلوس ما عدا بلاتو بلوس واسكت.
يبقى نقص الممبرات النص دي عضله العضله الطن تحمل مين دوريكراني الاكسسوري اسمه ايه فيكس ده النص السنسوري بقى بيقسمه اكتيفيتي سيرف فوق وتحت اكتيفيتي سيرف يا جماعه عشان اسفه فوق بس مفيش نيرف سبلاي لان النيرف سبلاي من تحت لينجوال سنسيشن من فوق في تيست بادي يبقى لينجوال والكوردا امراي الاكتيفيتي سيرف لينجوال فوق وتحت وكوره المراي معاك فوق يبقى لينجوال وكوره المراي طب تبص له سيرف جروسو فرنجيا جروسو فرنجيا شغال الاثنين تيست وجنرال تيست وجنرال ده النيرف سبلاي يبقى كده خلص الطن لو مشينا على النظام ده يبقى خلص رتبناه من فوق لتحت فين فلور قلنا فلور وقلنا المسلز قلنا عضلتين قبل كده في عضلتين جايين بعد كده دخلنا بعد كده على البلاد سبلاي نيرف سبلاي ليمف درينج اوكي ندخل على الصبح بقى شكرا عملت ايه؟ شفتوا؟ تحت هنا مش هنا ها؟ تحت هنا مش هنا شكرا شكرا غيرت الفايل من اللابتوب وعملها لها لي سنة ونص بشتغل مع اللابتوب فدي مش درجة لسه كده بشتغل مع الجهاز بتاع سوفت بلد ايه هو سوفت بلد؟ إذا سوفت بارت إذا سوفت بصير بارت إذا بلد من البلد جزئين انتير هارد وبوستيرو سوفت طيب ايه البارتس بتاعته؟ ميديان سسبندد ماس اسمها يوفيا وتو ارشز على الجنبين التو ارشز اللي على الجنبين دول شوفهم دلوقتي يعني ما طلع منه بس لما يجي غير شوية غيره بإيده من هنا طبعا الناس اللي فرحوا الريموت علق ينسوا المهم يعني من صوت البلد عشان في ناس احلام ده قوي باص في كيبورد وفي حاجات كتير جدا ما انا بدات صوت البلد ما عملتهاش قبل كده امشي لا هنكمله يلا يا جماعه صوت البلد الصوت بالسيرو بار اوف ذا بلد ليه جزء وسطاني اسمه يوفيا وليه تو ارشز نازلين من الجنبين من صوت بلد التو ارشز دول عملوهم عضلتين واحده هناخدها دلوقتي اسمها بلات الرصص فالارش اسمه بلات الرصص فولد او بلات الرصص الارش هي هي واللي ورا بلاتو فارنجيا مصر عملت فولد تاني اسمه بلاتو فارنجيا فولد دي صوره تانيه بتوريني اجزاء البلد يوفيلا الجزء الوسطاني والعضله اللي قدام رايحه للسان اسمها ايه؟ بلاتو الرصص يبقى لما احط عليها الميكس ممبرين يترفع يبقى بلات البصه الفوز او بلات البصه الارش وعامل زي الفوز وهي نازله من فوق لتحت اللي ورا دي اللي ورا دي معلش اسمها ايه؟ بلات وفرنجيس والفوز اللي هتعمله بلات وفرنجيس فوز وبينهم فصه لان لما بترفع التو فوز بينهم منطقه منخفضه اسمها كونسلر فصه بايت فيها الكونسل اسمها بلاتاين كونسل اسمها بلاتاين كونسل ايه اهميه السوفت بلد في الصوره اللي فاتت؟ اهميه السوفت بلد واحد اثنين ثلاثه بيقفل حاجه بيقفل ايه؟ ميزوفارينكس امتى؟ during swallowing during swallowing وان برونسيشن اوف سام ليترز بيتقفل الميزوفارينكس تمام؟ طيب الاهم عندنا دلوقتي مين؟ مش هيروح للدكتور لو حصل مشكله في السوفت بلد يقول له بس مش عارف انطق بعض الحروف لا هيقول له حاجه ثانيه ان الاكل بيطلع من النوز لو كان فلويد وده ممكن يحصل طبيعي من غير مشكله في السوفت بلد عشان محدش يتخض لو واحد عطس وهو بيشرب الشوربه هيلاقي تو ستريمز اوف شوربه طبعا هو بيعطس مغمض عينيه كده اول ما يفتح يلاقي الناس كلها قامت يا جماعه فعلا الاكل النهارده تحفه لانه ما شافش ايه اللي حصل اوكي غصب عنه طبعا يا جماعه ولازم ما نقربش ونكمل الاكل ما يصحش عشان بعد كده ممكن نبقى عقده بالنسبه له فيبقى صوت بلد بيقتل الناس فارنس during swallowing preventing passage of food and fluids through nose during swallowing that importance blowing يعني ايه blowing؟ لما واحد بلونه او زماره فيها بيطلع من النص
مفيش طبعا، كله طالع من البقشة ومركز. برضو مش هيجي الدكتور يقول له معلش انت شوف الحكايه ايه، مش عارف اخد بلالين. هو كل الشكوى بتاعته بتبل والفود النازل من النص. فلما حصل بلاليس في الصوت بلد هيبقى الهواء وهو بيعمل بلوينج بيطلع من بقه من النوز. صحيح الحاله دي ممكن ينفخ ثلاث بلالين في نفس الوقت، لكن هو مش هيبقى مبسوط ساعتها انه ينفخ بلالين. الصوت بلد موجود فين يا دكاتره؟ موجود ورا الهارد بلد، بيهايند ظهر بلد، ده المكان بتاعه. اجزاوي يوفينا وفوكس على الجنبين يمين وشمال، بيفصل منطقه اسمها نيزوفارينكس عن منطقه اسمها اوروفارينكس، معنا بكره ان شاء الله الفارينكس والليمف درينج مهم جدا هو بكره ان شاء الله، واحاول ابتدي بيه علشان محدش يزعل. بارس السوفت بلد خلاص نقلبها عرفناهم، بلات القصه فوق، بلات الفرنجه فوق، واللي عملوهم عضلات اهو. لو انت بصيت في بق اي حد لازم تعرف طبعا حاجه، لازم عشان تحط طنج بريس في بق واحد لازم يعني انت مش عارفين انت دكتور، ما ينفعش وانت في الاندر جراوند مثل يعني تعمل حاجه زي كده. لازم في البيت اخوك بابا فكر انه يشتكي زوريا يا ابني انت عامل ايه ده؟ قلت له هنجيب مش طنج بريس يا دكتور، مش عارف في البيت ولا مفيش، هتجيب معلقه ها وبص يا بابا فخر جدا تجيب له علاج طبعا. شايفين مين الفوضى ده يا جماعه؟ ده البلاتو ايه؟ بلاتو نصه فوضى، وفي واحد ورا انا مش هقدر اشاور عليه في الصوره دي بس اهو بلاتو فرنج. شايفين حته منهم؟ وايه اللي بينهم؟ دي لوزه كبيره كده مش طبيعيه، اللوزه دي كبيره فيها مشكله، محتقنه ده او ملتهي ده وات ايفر، دي بلاتات الفوضى ودي اللي بتتشاف في العمليات. اوكي خلاص يا جماعه، الناس اللي عماله تفكر في اللي هيحصل في البيت النهارده خلاص ارجعوا ليه؟ ارجعوا ليه؟ السؤال الاول جيبنا كاونت اون باسلز او سوفت باسلز. اوكي يلا في عندنا اكسترنسك ماسل اربعه اسمهم تنسور بالاتاي، ليفيتور بالاتاي، بلاتو جروسس، بلاتو فرنجس. اثنين نازلين للسوفت بلد، واحده بترفع السوفت بلد واحده بتخليه تنس، هنسميهم باسم الاكشن ليفيتور بالاتاي وتنسور بالاتاي. والاثنين جايين للسوفت بلد رايحين للتانجو والفارنكس، شفناهم كانوا عاملين فولز من شويه على الجنبين، بلاتو بلوسس بلاتو فارنجس. والعضله الوحيده الانترنسك اسمها ماسكولاس يوفيلي، اسمها ماسكولاس يوفيلي. عايز اوريكم شويه حاجات كده بتفصل افكار كده. كان ايه يا جماعه؟ السالكس ده اللي بين البتروس بون والجريتر وين كان اسمه سالكس فور ايه؟ اوديتوري تيوب. كارتلاجينس بار اوف ليتل تيوب، لان الليتل تيوب ليها جزئين كارتلاجينس وبون. اللي نايم هنا كارتلاجينس بار اوف اوديتوري تيوب، بدل ما نبتسم اللي مش عارفها يعرفها. بين الفيتروس بون اهي الفيتروس بون كلنا عارفينها وعارفين الاوبننج اللي فيها ده كاروتيد، وبين الجريتر وي في سالكس اسمه سالكس فور كارتلاجينس بار اوف اوديتوري تيوب. طيب في فصه هنا برافو عليكم، الميديا تريبويد اللي بتتشق بفصه، الفصه دي اسمها سكافويد فصه. طبعا انتوا عندكم هنا في فورم اوفال، في فورم سباينوزا، في سباين اوف سفينويد وراها. اوكي؟ ودي دي بيتروس بون، لور سيرفيس اوف بيتروس بون. اول عضلتين معايا انا باصص من الجنب، العظمه دي اسمها ماكزيلا الابر جو، ودي وراها لاترال تريجويد بليد، وده الميديا تريجويد بليد باين منه حته ونازل منه خطاف اسمه تريجويد هاميكس. يلا مع بعض، ورا التريجويد بروسيس هنا في سكافويد فصه وفي اوديتوري تيوب. ليه؟ اصل معايا عضله هنستعملها دلوقتي، العضله اسمها تنسور بالاتاي ماسل. تنسور بالاتاي ماسل دي اورجن سكافويد فصه اند وول اوف اوستيكال تيوب، يعني تمسك رول في السيكند تيوب وممكن توصل لغايه سباين في سكينوي. اسمها العضله دي يا جماعه؟ تنسور بالاتاي ماسل او تنسور بالاتاين ماسل واحد، تنسور بالاتاي ماسل اورجن سكافاي فصه اوستيكال تيوب. ده اللي انا عايزه اكيد ما تنساوش، اللي نسي بقى السباين في سكينوي ما فيش مشكله. تنسور بالاتاي ماسل يا جماعه برود ماسل عند الاورجن، لكن كل ما تنزل تبقى نارد لغايه ما توصل تبقى لاترال للهاميلس بتاع مين؟
الميديا تريجر بتتحولي تندرو. فيبقى الهامي بس كده وهي نازلة لاترال ليه وتمشي تحتين لاترال اند بيلو وتمشي بالعرض بعد كده وتفرد تندن بعد كده بقى عريض. بعد ما كان تندن وبقى عريض الجزء العريض ده يبقى ابونيروز. والابونيروز ده في السوفت بلد يسموه بلاتين ابونيروز. ده هيمسك فين البلاتين ابونيروز ده؟ في البوستيرو بوردر بتاع الهارد بلد اللي قدامه. فالبلاتين ابونيروز ده هو رول بصوره ثانيه بيمسك في البوستيرو بوردر بتاع الهارد بلد. ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده التريجويد هاميلس. هلف عليها لاترال زي البيلو وبعد نمشي ميديالي ورا الهارد بلد ونعمل بلاتين ابونيروز. هي الاوستيكيا تيوب هي الفرنجة الملك اوديتوري اوستيكيا فرنجة الملك ثلاث اسماء لحاجه واحده. قبل ما نقول العضله دي تنسوا البلاتين ماسل اورجن كفايف فصة والوول بتاع الاوستيكيا تيوب نزلت وبقت نارود لغايه ما بقت تندون فين؟ لاترال التريجويد هاميلس. وبعد بيلو التريجويد هاميلس مشيت ميديالي وبقت عريضه تندون بقى عريض فتحول لابونيروز. اسمه ايه؟ بلاتين ابونيروز. البلاتين ابونيروز هيمسك مع الناحيه الثانيه ما في عضلتين يمين وشمال نازلين كده هنا الهاميلس واحنا لاترال ليه نمشي حواليه وبعد يبقى ابونيروز يمسكوا في بعض وهما الاثنين يمسكوا في مين؟ في البوستير بوردر اوف هارد بلد. يبقى البلاتين ابونيروز ده هو جزء من التنسور بلاتين مصر وده مش واضح عندكم في الكتاب. طب الاكشن بتاعها يبقى ايه؟ تنسور بلاتين مصر تعمل ايه؟ ميكس ذا سوفت بلد تنس عشان لما يترفع لفوق ويقفل الميزوفيرنكس يقفله كويس مش بدلع لا يقفله تايت يبقى تايت. في عضله هتساعد التنسور بلاتين على فكره في العمليه دي لان اللي هترفع هي الليفيتور اللي جايه دلوقتي. في عضله ثانيه هتخلي السوفت بلد تايت تمام عشان يقفل كويس هقول لكم هي دي بعد شويه. العضله الثانيه دي اسمها ايه؟ ليفيتور بلاتين مصر دي طالعه من اللور سيرفيس اوف فيتروس بول. فاكرين في السكال يا جماعه لما قلنا الاوستيكيال تيوب في الوسط ما بين فيتروس بول وسكافويد فصه؟ ادي فيتروس بول وادي السكافويد فصه وبينهم مين؟ سالكاس تيوب. في السكافويد والتيوب تنسوا بلاتين من الفيتروس والتيوب ليفيتور بلاتين صعبه؟ تاني سكافويد فصه والتيوب تنسوا بلاتين فيتروس بول والتيوب ليفيتور بلاتين. اوكي يلا نشوف الانسيرشن. التنسور بلاتين مصل اهي تنسور بلاتين مصل اهي بتنزل وتبقى نارود وتتحول لتندون. فين يا دكتور؟ لاترال تريجويد هاميلس. وبعد كده تمشي بيلو تريجويد هاميلس ميديالي تفرد بقت ابونيروزز مسك في الناحيه الثانيه ومسك في الهارد بلد. الاكشن بتاع التنسور بلاتين مصل ايه؟ ميكس ذا سوفت بلد تنس. يلا ليفيتور ليفيتور بلاتين هتيجي منين؟ يقول لي تيجي من لور سيرفس فيتروس بون زائد برضه اوستيكيان تيوب. العضلتين دول بيشتغلوا وقت البلع لان هما اللي بيخلوا السوفت بلد يقفل الميزوفارنكس وانا ببلع بيه. العضلتين دول ماسكين على جانبي الاوستيكيان تيوب فلما بيشتغلوا بيشدوا التيوب بعيد عن بعض بتفتح التيوب. العضلتين دول بيشتغلوا وانا بمضغ اللبان وانا طايف في الطياره. فنضغ اللبان اي نوع؟ عمليه المضغ دي يا جماعه في سلايفا وفي بلع تمام في ليفيتور وتنسور بلاتين بيشتغلوا اجينس اتش اذر فتحوا التيوب وسعوا. هي دي الفكره فهمتوني؟ طيب مين يقول لي الانسرشن بتاع الليفيتور؟ في الابر سيرفيس اوف ذا ابونيروز في الابر سيرفيس اوف ذا ابونيروز والاكشن ديليجيشن اوف ذا سوفت بلد. طيب واحده خلت السوفت بلد تنس والثانيه بترفعه بالاستعانه بالماسكولاسيوفلي هم الثلاثه يقفلوا بنيزوفارينكس تمام هيقفلوه ايه؟ تمام. طيب العضلتين اللي فاضلين يلا صحصح مع بعض. العضله دي اسمها ايه يا جماعه؟ بلاتو بلسس اورجن من الصور يعني الابونيروس ده جزء من عضله وهو عمل اتاتشمنت لاخواتها الثلاثه التانيين استقبل انسيرشن بتاع واحده وهيدي اورج بتاع الاثنين الفاضلين. الابونيروس ده تبع مين يا جماعه؟ تبع تنسو بلاتاي هيستقبل انسيرشن بتاع الليفيتور وهيدي اورج لمين؟ بلاتو بلسس وبلاتو فرنشس. بلاتو بلسس هيروح للسايد اوف بوستيرو ثيرد اوف تارجت. طب بلاتو بلسس تعمل ايه؟ بالمنظر ده تعمل ايه؟ ما تقوليش بقى هتنزل السوفت بلد لان احنا اخترنا الانسيرشن في الطنج. لا يبقى تعمل ايه؟ ترفع الطنج ديورينج سوالوينج لان الجزء ده الاكل اللي فوقيه لما يترفع هيبقى كومبريست بيني وبين الروف فينزل الاكل يتبلع. وايه كمان؟ البلاتو بلسس ماسل من الاورجن انسيرشن قوس وقوس لما ينقبضوا بيرفعوا اللسان ويقربوا من بعض. طب يقربوا من بعض ليه؟ عشان يقفلوا مكان اسمه اورو
فارينجيال اسمس. البوابة دي لما تقفل معناها الأكل اللي اتبلع ده دلوقتي ما يرجعليش تاني، ولو ما رجعليش في اللحظة دي خلاص اتبلع نزل مش هيطلع. فاهمين معايا يا جماعة؟ يبقى البلاط النص تعمل تو اكشنز، ترفع الطمن وتقرب من زميلتها فتقفل مكان اسمه اورو فارينجيال اسمس تو بريفنت فوميتنج افتر ايه؟ افتر سوالو. جميل جدا. مين اللي فضل دي؟ بلاط فارينجيس. مين يقول لي طالعه منين؟ اورجن من الهونيروس قبر ولا اور سيرفيس؟ عشان مش واضح. من القبر دايما يا جماعه، جاي من القبر فروم ذا ابر سيرفيس اوف ذا ابونيروس. وراح تمسك البصير والبوردر بتاع الثايرويد ايه؟ كارتريج زائد الوول اوف فارنكس. تقول لي ايه علاقتها بقى بالفارنكس؟ ليه سموها فارنجس؟ لان الثايرويد دي احنا عارفينها لارنكس. بس يمكن مش فاكرين او هتعرفوا بكره ان الثايرويد دي ماسك فيه عضله اسمها انفيرو كونستريكتور. واللي يرفع الثايرويد هيرفع الفارنكس، يبقى ماسكين في بعض. فالعضله دي واحده من ثلاثه اليفيتور، لان الفارنكس بيبلع بطريقتين، كونستريكشن بطريقه الكونستريكتور ماسلز واليفيشن. فاكرين شوال القطن؟ لما احط فيه قطن هضغط عليه عشان انزل القطن وارفع الشوال عشان القطن ينزل، الفارنكس بيبلع كده برضه. بضغط على الوول بالكونستريكتورز وارفعه بعضلات ثلاثه اسمهم حاجه فارنجيس، واحده منهم بلاتو فارنجيس بترفع الثايرويد والوول اوف فارنكس تو هيلب سوالوينج. نرف صدرك على الاربع عضلات دول عشان نخلص منهم. مين؟ عضلات السوفت بلد. مين النيرف سبلاي؟ كرينيال اكسسوري ثرو فيجاس. عضلات تنسو برطاي من بعيد شويه، انا عارف وقديمه شويه، لو مش فاكرها مش مشكله. نيرف تو ميديا تريجويد. ميديا تريجويد كان بيدي تو تنسورز، واحد منهم تنسو برطاي وتنسو برطاي. تمام، حلو، برافو. اخر عضله عندنا اللي هي شايفين الابونيروس. قبل ما نشوف العضله دي يا جماعه، شايفين ده مين؟ هنا الهاميلس. بص معايا، ده التنسو برطاي ماسل نازله لاترال الهاميلس. فانت مش كده تعرف هو برطاي ابونيروس يمسك مع زميله ويمسك في البصير بوردر بتاع مين؟ هاردر المصر سيوبلس يوبلي ماسك مين؟ فين المصر سيوبلي يا دكتور؟ شايفينها؟ اورجن من الاسباين. ما في حاجه اسمها بصير ونزل اسباين؟ من الاسباين والبلاطين ابونيروس تبقى زي اللاميين وتمسك الميوكس ممبرين كفرنج ذا ماسكس يوفل. تعمل ايه؟ يقول لي موف ذا يوفلا سايد تو سايد. دي حاجه. وبعدين لما تشد على الميوكس ممبرين بتعمل شرينكج، بتعمل كونتراكشن لليوفلا، بتخليها طف، بتخليها طف، يعني بتساعد التنسور بلاطاي بان نقفل بعد كده مين؟ النيزوفارينكس. يبقى هيل كلوجر اوف نيزوفارينكس باي موفينج ذا يوفلا سايد تو سايد اند ايه يا جماعه؟ شرينكج اوف ذا سوفت يوفلا، سوفت بالانت او يوفلا، عشان يبقى تايت ما يبقاش طري. لان لو جيت بحاجه طريه كده مدلدله ورفعتها هتتزحلق يمين وشمال. لا، مين اللي بيخليها تثبت في مكانها ويظبطها لو راحت يمين يجيبها الناحيه دي؟ تمام؟ هو ده بقى الماسكولار يوفلا. يبقى قفل النيزوفارينكس محتاج مين عشان يشتغلوا مع بعض؟ التنسور بلاطاي والليفيتور بلاطاي، ودي بتساعدهم انها تظبط شكل وحجم اليوفلا. عشان نقفل مين يا جماعه؟ نقفل الصوت بقى النيزوفارينكس. فاضل لي ايه بقى؟ نيرف سبلاي موتور. كل عضلات السوفت بلد موتور من مين؟ كرينيال اكسسوري ثرو فيجاس اكسبت تنسور بلاطاي من المانديبولار، من النيرف تو ميديا تريجويد فروم مانديبولار. اوكي، ده النيرف سبلاي الموتور. طب سنسوري مين النيرف اللي كان معاه النهارده؟ ادى السوفت بلد جلوس فارنجيال في اخر رحلته راح للبوستيرو سيرد اوف تانك والتونسل والسوفت بلد. طب الجلوس فارنجيال ومعاه ليسر بلاطاي نيرف، جلوس فارنجيال وليسر بلاطاي سنسوري. عرفنا الموتور والسنسوري، يلا نشوف ايه البلاد سبلاي. ويبقى خلصنا النهارده ونتقابل بكره الساعه. بلاد سبلاي يا جماعه، في عندنا حاجه اسمها ليسر بلاطاي ارتي، اهم واحد. ليسر بلاطاي ارتي معاه ارتي 2 اسمهم اسندنج. فاكرين اسندنج بلاطاي ده كان جاي من الفشه وهو في النك. مين فاكر الصوره دي؟ كان في اسندنج بلاطاي، كان في معاه تاني واحد تونسيلر، في اثنين ماشيين لقدام للجلاند وصب منتال. دي برانش اوفيشال ارتري في النيك يا جماعه. مين بيساعده بقى؟ واحد تاني اسمه اسندنج فارنجيال. شوفوا بكره ان شاء الله.